كاينين جوج اللي كيديروا دوك الحركات من فوق المقود، راه كاينين صحاب الالغاز. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى انكم تكونوا مزيانين. راه اي واحد صراحه الله، اي مواطن كيدير هذا الفعل هذا اللي غادي نناقش معكم اليوم، انا شخصيا كنحسبه راه ما عندوش غرام كما كنقولوا غرام ديال الوطنيه. وراه ما نكذبش عليكم بان راه الناس كنشوفوهم بعيننا كيديروا هذا الجرم هذا، وكيعاقب عليه القانون. راه الا شدوك او ديرها في البال ديالك، وما تقولش راه ما سمعتيش هاد الهضره هادي. راه الا شدو شي واحد، وهذا الشيء راه خصني نطلقو. يعني انا فكرت بيني وبين راسي خصني نطلق هذا الشيء هذا، وخصني نناقش هذا الشيء. وكاين اللي غادي يدني في هاد الهضره هادي، وكاين اللي ما غاديش يبغي هاد الهضره هادي. انا عارف بان كاينين بعض الناس ما غايبغيوش هاد الشيء، كيقولوا ما بغيتيش الخير. انا راه كنظن راه انا كنبغي لكم الخير، وانتم كتشوفوا كنشارك معكم اي حاجه اللي هي مزيانه، كانت من الناحيه القانونيه، كانت من مخزن دار العيب دار كذا. ولكن هادي راه نقطه كيديروها بعض المواطنين اللي صراحه الله خصها إليمينا ما تبقاش نهائيا، اللي هو كندوزو على شي براج ديال الدرك الملكي او لا الامن الوطني. واشنو كنديرو ملي كنفوتو داك البراج هذاك؟ الطوموبيلات اللي جايين في اتجاه المعاكس كنضربوهم بالضو، كنضربوهم بالفار، غير اللي جاي كيضربو في الفار. وتخيل انت ان هذاك الانسان هذاك اللي كنتي كتضربو بالفار كون كان غير شي مواطن عادي، ولا نقولوا كنعلموا بعضنا حنا كنديروا الخير بيناتنا، وهذه مزيان راه كنديروا الخير فعلا، وانت كتكون كدير واحد العمل خيري. ولكن وتخيل هذاك اللي ضربتيه بالفار، يعني ضربتيه بدو الطريق، وتخيل سرق واحد الولد صغير، يلا حنا نحطوا هاد النقطه هذه وهزوها. تخيل واحد جاي في ديك الطريق وكاين البراج ديال الدركه ولا الامن، وانت علمتيه بان راه كاين البراج، واشنو غيدير انت في نظرك؟ في نظركم شنو غيدير هذا السيد؟ يعني غيقلب الدوره. تخيل انه مهرب مخدرات، تخيل انه كذا، يعني كاينين بزاف ديال العوامل. كون غير كانوا مواطنين عاديين، راه حنا كنهضروا من واحد الناحيه ديال الا كان هذاك الشخص هذاك اللي نضربوه حنا بالضو عامل شي الفزع كما كنقولوا الفزع، وانت اللي علمتيه بالضو، وإذا سمعتي داكشي اللي دار راه ما تبغيش. لذا راه حتى راه رجال الامن راه اي واحد، وهذه راه ما كينتبهوا ليهاش الناس. وانا كنعرف شخص كان كيضرب السيارات بان راه كاين حاجز امني، والمن كيضرب الضو باش تعرفوا السخط ديال الوالدين، المن كيضرب الضو كيضربوا الكبير ديال الدرك الملكي، يعني واحد رجل مسؤول كبير للدرك الملكي، وعلم به وشدوه وخذوا معاه المسطره اللي يستحق. هو تخيل يلاه على هاد بصراحة الله، إلا جينا نناقشوا هاد المسائل هذه من ناحية الإنسانية، من ناحية الإنسانية كان حنا كنعاونوا بعضنا، وهذه كلشي كيدير هكا. ولكن راه نشوفوها من واحد الناحية أخرى، إلا شفناها من ناحية أخرى راه غادي تبان بأن ذاك العمل اللي كنديرو راه ما خدامش نهائيا. وأي واحد شد في الحق ديالو كيدير هاد الشيء، وأنا كنقولها لكم، راه أي واحد شد في الحق ديالو بأن راه كاين جدارمية عندك، جوج دوك كاينين جوج اللي كيديروا دوك الحركات من فوق المقود، راه كاينين صحاب الالغاز، صحاب الصنف الكبير، وهذه راه كيتعاملوا مع الناس. كاين ملي كيحطوا صحاب المطر ويقول لها راه كاينين جوج ديال الدرك الملكي وكاين، لا هذا الاسلوب هذا الله يخليكم حاولوا ان ما كرهناش انه انا ما بقاش نشوفوه نهائيا. وحتى هذه خصنا نشوفوها، راه كاينين الناس تسرقات لهم الطوموبيل ومشى هارب وجاب الله واحد المحسن كما كنقولوا المحسن وضربوا بالضو وقلب الطريق. ايوا هو كيفاش غادي نشدو هذا اللي سرقت ليه الطوموبيل؟ كيفاش نشدو هذا اللي سرق الطوموبيل؟ كيفاش نشدو هذا اللي سرق ذاك الولد الصغير؟ لذا راه ملي غادي تشوفوها، انا هضرت معكم، راه ملي غادي تشوفوا هذا الكلام ديالي وتوزنوا بينك وبين راسك، اي واحد شاف هذا الفيديو غيوزن بينه وبين راسه هذا الشيء اللي كنقول، غادي يقول راه عنده الحق. واللي ما عجبوش واللي كما كنقولوا العقل ديالو شي شويه موسخ الله يهدي ما خلق، راه غادي يشوفوا من واحد الناحيه اخرى على انه انا ما بغيتش كذا ودوك جدارميه وهذوك البوليس وهذوك. لا 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 لا، انا ما كنهضرش، انا الدرك الملكي ملي كنشوف حاجه كيديروها خايبه راه كنهضر عليها، الامن كيديروا حاجه خايبه كنهضر، وحتى المواطنين راه خصهم حتى هما ما يديروش الحوايج اللي هما خايبين. وهذا العمل هذا اللي كنقول لكم دابا راه انتم كتشوفوا، انتم سمعتوا الفيديو، وانتم غادي تحكموا بان واش هذا العمل هذا كاين ولا ما كاينش. اذا الاخوان دائما يكون يعني مغلب علينا ذاك العمل الانساني، والله العظيم كما راني انا كنقول بان خصني نوصل للمواطنين هاد الهضور هادو ونعاونهم من الناحيه القانونيه وتعليم السياقه وهذه انت خصك ملي تكون شاد المقود ديال السياره ديالك وتكون غادي في الطريق، حاول ما امكن انك تجنب من الناحيه الانسانيه هاد العمل هذا بالضبط، هاد العمل هذا بالضبط ديال الناس غاديين وانت كتضربوا بالضو ديال الطريق. لا الاخوان انا كنشوفه ماشي هو هذاك، وكنتمنى من عند الله انكم تاخذوا الكلام ديالي
بجد وتاخذوه يعني بمعنى ونحيدوه. خصنا صراحه الله نحيدوا هذا العمل باش دوك الدرك اولا الامن اللي قاسي الله يحسن عوانه. خصكم تشوفوا واحد الحاجه، راه كاينين ناس مزيانين فيهم، وتخيل جالس على اساس انه يدير واحد البراج باش الا جات شي طوموبيل مسروقه ولا هذه ولا هذه ولا هذه، وانت تعلم هذاك اللي سرق الطوموبيل بالضو ديال الطريق باش يقلب شي فيراج او لا يقلب شي بيستا او لا ويدخل شي بيست ولا هذه ايوا، وباش غادي ما نافعش. يعني انا كنشوفها من ناحيه ديالي ان ذاك العمل هذاك ما نافعش. الانسان يدير الوريقات ديالو ويمشي ويحترم القانون ديالو ويحترم السرعه ديالو ويحترم كذا، واللي كما كيقولوا اللي دار الذنب كيستاهل العقوبه. ذاك السيد هذاك اللي جاي كيجري خصك تقول بينك وبين راسك خصني ما نعلموش باش يشدوه الدرك الملكي او لا الامن الوطني وياخذوا معاه المخالفه ديالو. والا كان ديك المخالفه دارها وانتقلت له الجنحه راه يعتقلوه كذا باش تنقص حتى النسبه الحوادث تنقص. كما كتشوفوا راه الطاكسيات كيوقعوا لهم الكسيد، كيران كيوقعوا لهم الكسيد، وحنا شنو طمو الطاكسي كيجري. راه مؤخرا مازال غادي نطرق لهذا الموضوع هذا ديال صحاب الطاكسيات. صحاب الطاكسيات حتى هما مازال غادي نهضر عليهم مزيان، لان راه صراحه الله كنشوفوا الضحايا ما نبغيهاش لشي واحد فيكم. اي واحد شاف هذا الفيديو راه ما نبغيلوش هذا الشيء هذا. لذا الاخوان كنتمنى من عند الله ان الكلام ديالي ما يكونش ثقيل عليكم، والله العظيم كنهضر معكم كل مواطنه، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودمتم في رعايه الله. السلام عليكم.